الست مش محتاجة أكتر من إنك تحتويها، وده ملخص أزمة تامر حسني وبسمة بوسيل اللي اتطلقوا من فترة قصيرة وسيرتهم على كل لسان، وتامر حسني طلعت عليه شائعات وهو متجاهل، لا بيصد ولا بيرد. الغريبة إن الانفصال كان حاصل قبل ما بسمة تعلن الطلاق وتامر يوافقها ويتوكلوا على الله ويتعاملوا بقى وزي ما تيجي. لكن إيه الأخطاء الكتير اللي حصلت من تامر؟ وإيه مشاكل بسمة اللي شايفها مش هتتعالج؟ وليه الأصدقاء اللي عارفينهم ما تدخلوش علشان يصلحوا بينهم؟ ده اللي هتعرفوه في الفيديو ده. بيقولوا كل راجل وليه طريقته في احتواء الست اللي معاه، وكل ست وليها دخلتها، لكن إن الحبل يتساب كده ده اللي بيزعل أي ست كانت مستنية الموضوع يتعالج من الراجل. لكن العناد والكبرياء لما بيسيطروا على الدماغ، والله لو حصلت معجزة في زمن ما فيهوش معجزات ولا اي حد هيقدر يعدل المقلوب ويوزن الامور. المهم ان تامر حسني معرفش يعمل هجمه مرتده، مع انه لعيب كره كويس جدا والله، لكن في المعامله مع الست بتاعته معرفش يعمل هجمه مرتده، ومعرفش يحتوي افكارها ومخاوفها، وساب كل حاجه وخلع، وكان الانفصال سيد الموقف. وده يأكد ان في خناقه حصلت بينهم، وتامر حسني شكله كده زهق من الخناقات وقرر يهرب وكفايه كده. معروف للكل ان تامر حسني ليه معجبات، وهو صوته حلو وشكله حلو ووسيم وشاب ومحافظ على كل حاجه عنده ومهتم بنفسه، ونجوميته بقت كبيره جدا، فيعني طبيعي يكون ليه معجبات ومعجبين. لكن اللي مش طبيعي ان مراته اللي بيروح لها كل يوم وهي اللي مالكه قلبه ومشاعره تكون يعني بتقفل دماغها في حاجات ومش قادره تستوعب حجم نجوميته دي. ده طبعا لو كان موضوع الخيانه ده مجرد شائعات والمشكله كلها كانت بسبب الغيره. وعلشان الدماغ دي قال تامر حسني على بسمه بوسيل انها بقت متهوره، وده اللي قاله بنفسه لما حب يعالج مشكله قبل كده حصلت بينهم. ووقتها بسمه اعلنت انها هتاخد اجراءات الطلاق، بس هو قدر يصالحها بسرعه ويعني يحتوي تصرفاتها وافكارها، وقال انها متهوره حبتين، وده عيب بسمه فعلا. وواضح ان تامر حافظها وعارف تصرفاتها كويس وبيعرفوا يتعاملوا مع بعض حلو. المفروض ان في حياه كل حد من المشاهير اللي نعرفهم اصدقاء مقربين، طيب ما يمكن يكونوا مش عايزين حد يتدخل. ايوه يعني ده طبيعي، بس على الاقل نشوف مبادرات، حد من الاهل، اي حاجه يعني. لحد ما ظهرت الاعلاميه شريهان ابو الحسن وهي من اصدقاء تامر حسني، ودخلت بيته وعارفه مراته وكمان ولاده، وقالت انها حاولت تتصل بيه علشان توفق بينه وبين مراته وترجع الميه لمجاريها، بس هو كعادته وعاده النجوم الكبار بيغيروا ارقام تليفوناتهم كل يوم. وشريهان اضطرت تطلع في فيديو تقول فيه رساله لتامر حسني انها عايزاه يبص لمصلحه الولاد شويه ويتنازل عن العناد والكبرياء علشان ده مش هيفيد، ده هيبوظ الدنيا اكتر. وكمان استغربت ان مفيش اصحاب مشتركين اتدخلوا بينهم علشان يحلوا الموضوع، بس رمت الكرة في ملعب تامر حسني وتامر لعيب، ويمكن يعني يجيب جون اليومين الجايين. يمكن اللي قالته شريهان ابو الحسن صعب حد غيرها يقوله، لكن بحكم صداقتها لتامر حسني وبسمة بوسيل اتكلمت وفضفضت وقالت الاخطاء اللي وقع فيها تامر حسني مع مراته، وعلشان كده حصلت مشكلة في علاقتهم مع بعض، زي ان تامر معالجش الخناقة اللي بينهم من الاول، وده اللي عمل جفا بينهم. والمشكلة الأكبر إنه زود نار قلب مراته وما راحش يصالحها، ده ساب البيت وخلع وراح يعيش في المكتب، فهي لو كانت شاكة في حاجة دي كده اتأكدت. ومن هنا بقى اتسلل الملل والرتابة في العلاقة بينهم، وصابهم اللي بيصيب أي اتنين متجوزين، الزهق، وده من كل حاجة، فاستسلموا للأمر الواقع وكل واحد شاف إن الطلاق هو الحل، وإن لو كل واحد جرب حياته مع حد تاني هيكون أكثر راحة، بس في الآخر ده ممكن ما يكونش صح. ويمكن لو جربوا يعرفوا ان مالهمش غير بعض ويرجعوا عن قراراتهم دي علشان العيال. تفتكروا بقى بعد تدخل طرف خارجي في الموضوع ممكن يحصل مبادره من تامر حسني باعتباره الراجل يعني واللي لازم يبادر، ونشوف تامر وبسمه بيرجعوا لبعض تاني ويبصوا لمصلحه الولاد اللي لسه صغيرين ومحتاجين الاب والام مع بعض، ولا العناد هيفضل مسيطر على الموضوع ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات.